ولقد يسير ويأتي لقائنا والظروف صعبة وتحديات بالغة تمر على منطقتنا وتستوجب منا مضاعفة الجهود للمحافظة على مكتسبات شعوبنا ودولنا ومواجهة ما تعرضه منطقتنا العربية من أطماع خارجية تركز في سعيها لتوسيع نفوذها وبسط هيمنتها على زعزعة أمن المنطقة واستقرارها وزرع الفتن الطائفية وتهيئة للبيئة الخصبة للتطرف والإرهاب. ولقد جاءت سياب الدول التحالف لمناشدة السلطة الشرعية في اليمن الشقيق للدفاع عن النفس بعد أن رفض الانقلابيون مساعي مجلس التعاون والمجتمع الدولي الهادفة إلى تجنيب الشعب اليمني العزيز للانزلاق نحو الفوضى والاقتتال. وإننا بعد أن حققت عملية عاصفة الحزم والحمد لله أهدافهم تتطلع إلى أن تدفع عملية إعادة الأمن جميع الأطراف لليمنية للحوار وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وذلك من خلال الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والإسراع في تنفيذه ينعم اليمن الشقيق بالأمن والاستقرار. كما أننا نؤكد ترحيب دولنا بانعقاد مؤتمر الرياض لمكافحة لكافة الأطراف اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره وذلك تحت مظلة مجلس التعاون قريبا بإذن الله تعالى. وفي إطار حرصنا على بذل كافة الجهود لمساعدة الأعمال الإنسانية والإغاثية والتي يأتي في مقدمتها الوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز في معاناته الإنسانية فإننا نعلن عن تأسيس مركز الأعمال الإنسانية والإغاثية يكون مقره في الرياض أمين في مشاركة الأمم المتحدة بفاعلية ما سيقوم به هذا المركز من تنسيق لكافة الأعمال الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني الشقيق وبالمشاركة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وتقرير منا الأوضاع الحالية التي يمر بها الشعب اليمني الشقيق ومؤازرته في هذه الظروف وقد أصدرنا توجيهاتنا بتصحيح أوضاع المقيمين في المملكة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق والسماح لهم بالعمل وذلك لتخفيف الأعباء عليهم وتمكينهم من كسب العيش بكرامة بين أهلهم وإخوانهم. وسنستمر بحول الله في جهودنا الرامية لدعم اليمن الشقيق بكافة الإمكانات الممكنة حتى يتمكن من استعادة أزمته وليعود في محيطه العربي. الإخوة أصحاب الجلالة والسمو والحضور الكرام أن السعي نحو تطوير وامتلاك الأسلحة الدمار الشامل ما فيها السلاح النووي يمثل تهديدا بعد الخطورة ليس على السلم والأمن في المنطقة حسب بل على السلم والأمن الدوليين وإننا لنهيب بالمجتمع الدولي خصوصا مجموعة الدول الخمس زائد واحدة للاطلاع على مسؤولياتها الجسيمة في هذا الخصوص ولوضع قواعد صارمة تضمن المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها بما يكفل حلول دون الاندفاع في المنطقة نحو سياق التسلح الذي لن يكون إلا على حساب مسارة التنمية ورخاء شعوب المنطقة. أصحاب الجلالة والسمو الحضور الكرام تظل القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للأمتين العربية والإسلامية نظرا إلى ما يعني الشعب الفلسطيني الشقيق مأساة ولما يمثل احتلال إسرائيلي من تهديد السلم والأمن الدوليين. وقد حان الوقت للقيام للمجتمع الدولي مسؤولياته وتفعيل دوره من خلال صدور قرار مجلس الأمن الدولي ليتبنى مبادرة السلام العربية ووضع ثقله في اتجاه القبول بها. وبالنسبة للأزمة السورية التي تلامدها وزادت خلال المعاناة للشعب السوري الشقيق وتفشي الإرهاب وإننا نرى أن ما تضمنه بيان جنيف واحد
يمثل مدخلا لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مع تأكيدنا على أهمية أن لا يكون رموز النظام الحالي دور في مستقبل سوريا. وختاما نأمل أن يحقق في معنى هذا تطلعات شعوبنا في دول المجلس أن يكون أكثر تماسكا وتكامل بما يعزم سيرة العمل الخليجي المشترك ويحقق غايات في المجلس في التكامل والوحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل فخامة الرئيس فرانسوا أولاند رئيس الجمهورية الفرنسية بإلقاء كلمته. Altesse, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les Ministres, je vous remercie très chaleureusement pour la confiance que... Altesse, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les Ministres, je vous remercie très chaleureusement pour la confiance que... vous témoignez avec l'invitation que vous m'avez adressée. في حضور هذا الاجتماع وكذلك منحتموني الفخر لأتناول الكلمة في هذه القمة لدول مجلس التعاون الخليجي. أحيي الملك سلمان على هذا الدليل، دليل الصداقة هذه. En 1981, quand votre organisation s'est créée, vous étiez à ce moment-là unis par une menace qui était la guerre Iran-Irak. Aujourd'hui, vous faites face à d'autres défis. Vous les avez rappelés, Majesté. Ceux d'abord liés à l'action de groupes terroristes comme Daesh ou Al-Qaïda, mais aussi les défis liés à la déstabilisation des États, comme au Yémen, et enfin les menaces qui sont celles que font planer les ambitions régionales lorsqu'elles se traduisent par des ingérences. عام 1981 عندما تم إنشاء مجلس التعاون الخليجي كانت دولكم متحدة لمواجهة خطر كان يتمثل في الحرب العراقية الإيرانية، واليوم أنتم تواجهون تحديات جديدة، التحديات مرتبطة بالعمل الإرهابي مثل داعش والقاعدة، والتحديات التي تمثلها زعزعة استقرار عدد من الدول المجاورة بما في ذلك اليمن، ولقد تفضلتم خادم الحرمين الشريفين بتذكيرنا بذلك، وأيضا المخاطر التي تترتب على أطماع عدد من الدول التي تتدخل في شؤون الآخرين. Je veux saluer ici le sens des responsabilités des chefs d'État arabes du Golfe, parce que vous avez été capable de prendre des initiatives courageuses. Vous êtes engagé aux côtés de l'opposition syrienne, vous contribuez à lutter contre le terrorisme dans le cadre de la coalition international contre Daesh, et vous avez également, au sommet arabe du 29 mars, été capable de développer le projet de force arabe. Et aujourd'hui, la France soutient l'opération Tempête décisive, désormais restaurer l'espoir, parce qu'il s'agit d'assurer la stabilité du Yémen, et vous savez que vous pouvez compter sur la France. Wow. أمام هذه الأزمات لقد اخترتم إطلاق عددا من المبادرات، وهذا معنى العمل الذي قمتم به مثلا فيما يتعلق بسوريا، لقد وقفتم إلى جانب المعارضة السورية، وكذلك لا ننسى أن القمة الأخيرة الاجتماع الذي انعقد في مارس أذار والذي قمتم خلاله بالإعلان عن تشكيل قوة عربية، فرنسا تدعمكم في العملية التي أطلقتموها في اليمن، عاصفة الحزم التي تحولت الآن إلى عملية إعادة الأمل، بغية إعادة الاستقرار إلى اليمن. Assurer la sécurité du Golfe, c'est
se comporter en ami des pays qui sont ici réunis. Mais c'est aussi agir pour la sécurité de mon pays. Car les menaces que vous affrontez, les dangers que vous vivez, ils sont aussi les nôtres. Et je viens ici réaffirmer l'engagement de la France d'être à vos côtés, parce qu'en étant à vos côtés, elle se comporte en ami, en allié, mais également en gardien bienveillant de ses propres intérêts. أود أن أشير إلى أن ضمان أمن البلدان المجاورة إنما هو تصرف ينبع من صديق وينبع من حريص على سلامة وأمن المنطقة ودولها فهناك أخطار وهناك تهديدات تواجهها دولكم ولكن نواجهها نحن أيضا وأود هنا أن أعيد التأكيد على التزام فرنسا بالوقوف إلى جانبكم ودعمكم وليس فقط بصفتنا صديق وحليف لكم ولكن لأن الدفاع عن مصالحكم إنما يعني أو عنكم إنما يعني أيضا الدفاع عن أنفسنا. Nous sommes convenus avec le roi Salman de porter notre accord de défense au plus haut niveau de confiance. Une confiance qui doit unir nos deux pays. Et c'est ce que la France fait depuis près de 30 ans dans la région. Hier, j'étais au Qatar et nous avons exprimé le même esprit de solidarité pour la stabilité et la sécurité de la région. La France veut être un allié solide, fiable, crédible, en fournissant les meilleures technologies aux pays du Golfe, en portant des partenariats industriels et en assurant sa présence dans la région. Ainsi, la base d'Al Dhafra sur la côte émirienne est aujourd'hui particulièrement sollicitée et prouve bien son utilité dans les circonstances que vous connaissez. نحن مع خادم الحرمين الشريفين اتفقنا على ترقية اتفاق الدفاع القائم بيننا على أعلى المستويات وهذا ما تفعله فرنسا في هذه المنطقة من العالم منذ 30 عاما بالأمس كنا في قطر ولقد تناولنا أيضا نفس هذا الموضوع والاهتمامات من أجل الاستقرار ومن أجل الأمن وإن فرنسا كذلك كانت دائما ولا تزال تصر على صداقة وعلى أن تكون شريكا وحليفا قويا وله مصداقية ويمكن الوثوق به ونحن نفعل ذلك عن طريق توفير أفضل التكنولوجيات وعن طريق الالتزام بشراكة في مجال الصناعي وأيضا من خلال وجود حقيقي لنا فإن قاعدة الضفرة قد بينت عن أهميتها وهي تستخدم الآن Je voulais aussi par ma présence vous assurer que la France continuera de jouer son rôle dans la région et à travailler à la résolution des crises. En Syrie, nous ne ménagerons pas notre peine pour aider l'opposition modérée, celle qui se bat pour que la Syrie puisse connaître un avenir de paix. Je veux aussi dire que nous sommes partie prenante et nous le resterons de la coalition en Irak pour lutter contre Daesh, mais que nous appelons à la réconciliation de tous, c'est-à-dire au rassemblement de toutes les composantes de la société irakienne. Nous agissons aussi pour qu'en Libye, il puisse y avoir la conclusion d'un accord, celui qui a été proposé par les Nations Unies, de manière à ce qu'il puisse y avoir une transition politique qui assure là aussi la stabilité en Libye. Sinon, une fois encore, c'est le terrorisme qui va combler les vides. إن فرنسا سوف تستمر في لعب دورها وسوف تستمر في العمل من أجل إيجاد حلول للأزمات ونحن لن نأل جهدا في سوريا مثلا لكي نقوم على جمع المعارضة المعتدلة ودعمها وذلك كل أطياف المعارضة لكي يكون هناك سوريا لها مستقبل ينعم بالسلام ويتسم بالسلام وكذلك نحن أيضا شريك وسنبقى شريكا للتحالف القائم في العراق لمكافحة داعش ونحن دائما
دائما دعونا ولا نزال ندعو لمصالحة بين كل الفرقاء العراقيين وندعو إلى لم شمل كل العراقيين. وبموازاة ذلك نعمل أيضا من أجل التوصل إلى اتفاق في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة لكي يكون هناك تحول سياسي يعيد الاستقرار إلى هذا البلد، وإلا فسوف نرى الإرهاب يعود ويسود في هذه المنطقة. La France se tient aussi à vos côtés pour préserver l'unité et l'indépendance du Yémen. Et la résolution 2216 du Conseil de sécurité que nous avons parrainée doit être mise en œuvre sans tarder, de façon à ce que les autorités légitimes autour du président Hadi puissent œuvrer pour la réconciliation nationale conformément à vos vœux. Et je salue l'initiative qu'a prise l'Arabie saoudite de réunir la conférence à Riyad. وإن فرنسا تقف إلى جنبكم فيما يتعلق بدعم الشرعية في اليمن من أجل وحدة وحرية اليمن وتنفيذ القرار 2216 لمجلس الأمن الذي كنا شاركنا في تقديمه، وهذا القرار يجب أن ينفذ بأسرع ما يمكن، ويجب أن نستمر في دعم السلطات الشرعية والرئيس عبد الرب منصور هادي ليتمكن من العودة للعمل لتحقيق المصالحة في اليمن. وأود أن أحيي المبادرة التي قمتم بها سيدي خادم الحرمين الشريفين لعقد المؤتمر في الرياض قريبا. Je sais que l'Iran est au cœur de vos préoccupations. Les négociations en cours sur le nucléaire méritent la plus grande vigilance. C'est celle de la France. Pour nous, l'accord doit être robuste, durable, vérifiable. Il doit garantir, et c'est un principe absolu, que l'Iran n'accédera pas à l'arme nucléaire. Le compromis de Lausanne n'est qu'une étape et n'est qu'un pas vers cet objectif. Il reste beaucoup de chemin à parcourir. Nous voulons de la transparence et nous voulons aussi que l'éventuelle levée des sanctions puisse être progressive. J'ajoute que nous sommes extrêmement attentifs au comportement de l'Iran et nous ne voulons pas que l'accord qui est en discussion soit un facteur supplémentaire de déstabilisation de la région. C'est la raison pour laquelle l'embargo sur l'importation, l'exportation d'armes vers l'Iran doit être maintenu et que l'Iran ne peut être regardé qu'à travers ses actes et pas simplement ses paroles. وفيما يتعلق بإيران أنا أعرف أن هذا البلد هو في صميم اهتماماتكم. المباحثات الجارية حاليا حول الملف النووي الإيراني تستحق منا الحرص واليقظة، وفرنسا تفعل ذلك. نحن نريد أن يكون الاتفاق قويا ومستداما وقابلا للتحقق. يجب أن نعرف وتتعهد إيران بأنها لن تحصل على السلاح النووي، واتفاق لوزان ليس سوى اتفاق مرحلي، هو مجرد خطوة على الطريق والطريق لا يزال طويلا. نحن نريد أن تكون هناك شفافية كاملة وتامة، وفيما يتعلق بالعقوبات نحن نؤيد أن يتم رفعها بشكل تدريجي. يجب أن نبقى متنبهين وساهرين على تصرفات إيران، والاتفاق الذي يجب أن نتوصل إليه لا يمكن أن يكون سببا أو يؤدي إلى زعزعة الدول في هذه المنطقة. ونرى كذلك أن الحظر على توريد الأسلحة نحو إيران يجب أن يبقى قائما، ونحن نريد أن نحكم على إيران بالأفعال وليس بالأقوال. Majesté, Altesse, Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs les Ministres, la France, vous le savez, c'est un pays indépendant qui décide souverainement de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. C'est ce qui rend solide le partenariat qu'elle propose au reste du monde. La France est fidèle à ses amitiés. Elle est toujours fidèle à ses engagements. La France, elle n'hésite pas à passer à l'action et elle l'a montré quand c'est nécessaire, y compris sur le plan militaire. Mais elle est toujours disposée à utiliser la négociation quand c'est la voie raisonnable. Et c'est pourquoi, dans cet esprit, je veux approfondir encore le partenariat stratégique qui unit mon pays à chacun de vos États et aussi à l'organisation que vous portez.
Je veux approfondir ce partenariat à tous les niveaux, au niveau politique, au niveau sécuritaire, au niveau économique et au niveau énergétique, mais aussi au niveau culturel, car pour nous, la culture, la promotion de ce que nous avons de meilleur dans nos pays peut également servir à des causes politiques que nous partageons. Et c'est également un puissant levier pour l'économie. Ce partenariat, celui que nous avons une fois encore rappelé, est le produit de l'histoire. Il est aussi un signe d'amitié et de confiance. Et je suis particulièrement heureux de renouveler cette amitié, cette confiance et ce partenariat aujourd'hui pour longtemps encore ensemble. أصحاب الجلالة، أصحاب السمو السيد الأمين العام، أصحاب المعالي الوزراء، فرنسا بلد مستقل وهي تتصرف بكل سيادة فيما تقرر أن تفعله أو لا تفعله، وبالتالي إن شراكتنا مع دولكم ومع هذه المنطقة شراكة قوية. نحن أوفياء لأصدقائنا ولالتزاماتنا، وفرنسا لا تتردد في القيام بعمل ما إن كان هذا العمل ضروريا حتى ولو كان عملا عسكريا، ولكننا دائما نغلب صوت المفاوضات وصوت العقل والحكمة. إذن أود أن أعمل بكل قواي على تعميق العلاقات وتعميق هذه الشراكة الاستراتيجية القائمة بين بلادي وبلدانكم ومنظمتكم، وذلك على كل المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية ومجال الطاقة، ولا أنسى المستوى الثقافي. فبالنسبة لنا الثقافة تعبر عن أفضل ما فينا، وأعتقد أن الثقافة يمكن أيضا أن تخدم قضايانا على الصعيد السياسي، وهي محرك اقتصادي أيضا. شراكتنا هي ثمرة التاريخ وإرث التاريخ، ولذلك نريد العمل على تعميق هذه الثقة والصداقة، ويسرني اليوم أن أعيد التأكيد عليها وعلى أهميتها بالنسبة لنا. شكرا جزيلا لكم. نشكر فخامس الصديق الرئيس فرانسوا أولاند على كلمته الضافية والتي أكد فيها على متانة العلاقات بين دول المجلس وفرنسا، وتطلعنا المشترك للعمل سويا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.